مشاهدينا، دعونا نتابع هذا الفيديو من السوشيال ميديا عن المخاطر التي يمكن أن تسببها الأطعمة الجاهزة والمعبأة وغيرها على الصحة. خلي بالكم أن الأكلات الجاهزة دي معبأة في أكياس، دي بداية فساد الشرايين وبداية فساد القلب وبداية تصلب الشرايين وبداية ارتفاع السكر وبداية دهون الكبد. ابعدوا عن الحاجات دي خالص، لان الحاجات دي هي اللي هتوصلكم لمرحلة ان انتوا بتبدأوا تبقوا مرضى من الصغر. كل واحد في البيت ولاده جايب لهم من بره كيس فيه حاجات بطاطس بزيت وما انتوش عارفين معمولة ازاي، معمول الاكل الفلاني والحاجات اللي بتبقى معبأة دي والعصاير اللي هي مش صحية، والاكل ده كله هو ده اللي بيسبب التهاب الشرايين وهو ده اللي بيسبب ارتفاع السكر وبيسبب دهون الكبد. انت بتقتل ابنك من وهو صغير. ابعد عن الحاجات دي، اكله الاكل الصحي، ينام بدري، هي دي الوسيلة الصح ان ابنك يبقى سليم ومعافى.